الطريقة الثانية اللي نقدر نفتح فيها برنامج السبايدر هي عوض ما نروح على الأناكوندا نافيجيتر وبعدين نختار برنامج السبايدر ونفتحه، فينا مباشرة من قائمة ابدأ إذا دورنا على برنامج سبايدر إنه نلاقيه مباشرة موجود هون ونشغله، وببساطة رح يفتح البرنامج مباشرة. أول نقطة لنقدر نبلش ونشتغل على ملف جديد في برنامج السبايدر، فلح نروح على فايل ونقول له نيو فايل. صرنا هلأ عم نشتغل بملف جديد اسمه untitled1.pi. .pi بتدل على ان هذا الملف هو عبارة عن برنامج بايثون مكتوب بلغة البرمجة بايثون. لح اعمل اكبس على فايل مرة تانية واعمل سيف للملف. يفضل انه تسيفوا الملف باي مكان انتم بتحبوه. هيكون وسميه basic calculations PR. صار عندنا هلأ ملف جديد فاضي لنقدر نكتب عليه البرنامج تبعنا. أمر كتير مهم لازم ننتبه عليه دائما هو الدايركتوري أو المكان اللي عم بيشتغل فيه السبايدر. شو يعني؟ منلاحظ هون إنه المكان اللي حاليا شايفه او عم بشتغل عليه السبايدر، الدايركتوري اللي عم بشتغل عليه السبايدر هو سي يوزرز اياد كي، اللي هو مختلف نهائيا عن المكان اللي نحن سيفنا فيه الملف تبعنا. فنحن حتى يشتغل هذا الملف او البرنامج بشكل صح لازم يكون الدايركتوري مطابق للمكان اللي نحن موجود في الملفات تبعتنا. فببساطة أنا رح روح لهون، روح على المكان اللي سيفت أو حفظت عليه الملف تبعنا وقول له select folder. هلأ صرنا جاهزين لنشتغل ونكتب البرنامج تبعنا بهذا الملف. إذا لاحظتوا أول ما عملنا نحن إنشاء ملف جديد، سبايدر بشكل أوتوماتيكي كتب هدول الأسطر يلي هن الأوثر، مين كتب هذا الكود وإمتى نحن إنشأنا هذا الملف. هدول الأسطر هن مالهم إلزاميين، فينا ببساطة نمحيهم. جميع الكودات يلي رح نكتبها سواء بهي المحاضرة أو خلال الدورة رح تكون موجودة بآخر قسم المحتويات تبع المحاضرة الأولى، ونفس الشيء بالنسبة للسلايدات. حكينا بالمحاضرة اللي قبلها عن القسم اليميني اللي موجود هون اللي اسمه IPython Console. هاي الكونسول بتورجينا نتيجة عمل البرنامج اللي احنا عم نكتبه بالقسم اليساري الموجود، بس كمان هاي الكونسول فينا مباشرة نكتب فيها ونجرب فيها بعض العمليات بشكل تفاعلي وتورجينا النتيجة مباشرة. فأول تعليمة حكينا عنها يلي هي عملية الإظهار على نتيجة الخرج يلي اسمها print. فخلونا نجرب إذا كتبنا نحن هون print، هي التعليمة بتظهر أي شيء موجود ضمن القوسين يلي شايفينهم هون. فلح أقول hello world وكبس enter، فمن بتلاحظوا انه النتيجة تبع هاي التعليمة تنفذت فورا وظهرت نتيجتها بهي الشاشة مثل ما هون طالع عنا. مثال تاني print 5، فالنتيجة هي 5. print 5 زائد 5 فالنتيجة هي 10. لذلك يمكن نحن أن نستخدم الواجهة الموجودة هون بأنه نجرب بعض
الكودات أو بعض التعليمات مباشرة بدون الحاجة إنه نحن نكتب هدول التعليمات على الملف وننفذهم بعد. رح قوم هلأ بكتابة نفس هدول التعليمات بس على الملف ونشوف شو رح تفرق. print hello world بعدين print 5 زائد 5 5 then print 5 زائد 5. تمام، هلأ صار عنا البرنامج موجود هون في ثلاث تعليمات. التعليمة الأولى هي print hello world، التعليمة الثانية هي print 5، التعليمة الثالثة والأخيرة هي print 5 زائد 5. لحتى نقوم بتنفيذ الملف فنحن رح نضغط على الزر الأخضر الموجود فوق اسمه run file ونكبس عليه. فبتلاحظوا بالواجهة اليمينية الموجودة هون تنفذت جميع التعليمات مع بعض. أول شيء نفذ التعليمة الأولى، طبعا النتيجة تبعها هون. ثاني شيء نفذ التعليمة الثانية، طبعا النتيجة تبعها هون. ونفذ أخيرا التعليمة الثالثة، وطبعا النتيجة تبعها هون. لذلك وقت احنا عم نتعامل مع الملف ونقول له run file فهو بينفذ جميع التعليمات الموجودة بالملف بشكل تسلسلي. لا تنسوا هي الفكرة أبدا. بلغات البرمجة بشكل عام دائما البرنامج بيشتغل بشكل تسلسلي، يعني أول شيء بيطبع هاي التعليمة بينفذ بعدين التعليمة اللي بعدها بعدين بينفذ التعليمة الأخيرة. ما من الممكن أبدا أنه ينفذ هاي التعليمة أول بعدين ينتقل للتعليمة الثالثة بعدين ينفذ التعليمة الثانية. هذا الشيء أبدا مو صح.